بخصوص الأمول المالية، لا شك 2022 كانت سنة صعبة جدا، كان في انخفاض ملموس بالدعم المحلي، انخفاض ملموس بالدعم الخارجي كمان، بس بالرغم من هذا الانخفاض بالإيرادات، الاتحاد عبر سلسلة إجراءات قدر يعوض جزء من هذا الانخفاض من خلال ملف تسويقي كان شامل السنة الماضية بوجود مدارس التربية الريادية وغيرهم من الرعاة اللي نحن شاكرين لهم لدعم الاتحاد. بالإضافة ركزنا على استضافة البطولات والمباريات النوعية يلي أدرت دخل على الاتحاد، وما بدنا ننسى مباراة الماتادور الإسباني مع منتخب النشامة. وبالنسبة للأمور المالية، الاتحاد عام 2019 كان عجزه المالي حوالي 5 مليون، قدرنا نخفضه لمليونين دينار مع نهاية عام 2022. هذا لا يعني أنه 2023 و24 الأمور سهلة، بالعكس التحديات عمالة تزيد، وبس نحن بصلابة منظومتنا وتشاركيتنا إن شاء الله نقدر نتجاوز هاي التحديات القادمة. أكيد نحن بنسعى للوصول للملاءة المالية إن كان للأندية أو للاتحاد، لكن مش إشي سهل، هذا بده خطة متوسطة وطويلة الأمد. نحن أدرجنا استراتيجية التمكين المالي لمساعدة الأندية، ونحن ماشيين بخطة ثابتة فيها، لكن لا شك أنه نحن لازم نزيد إيرادات الاتحاد، ولكن الأولوية الأولى للاتحاد في العام القادم هو المنتخب الوطني الأول، ونوفر له البيئة المناسبة عشان يقدر يحقق النجاح التطلعات.